لنا الكثير من المتعة من الانطلاق الجميلة. شوط آخر يبدأ كذلك يحمل أسماء ويحمل أثاره جميلة، وهو السادس في مجموع الأشواط على شاشة دبي ريسنج. متابعي محبي الأصالة، محبي هذه الانطلاقات الجميلة، هذا هو شوط الأبكار المهجنات. الأصايل ينطلق حاملا كذلك آمال ملاك اللقاية وأصحاب الشعارات، نجوم رياضة الهجن المتواجدين والحاضرين قبل الختام في ميدان المرموم لهذه التحديات الجميلة والرائعة في انطلاقة هذا الأداء. نسير بالمراكز المتقدمة، ومع هذا الشوط الذي حمل لنا الكثير من الأعداد ومن الأسماء الجميلة، هذه تقود المشاركات بعد بداية الانطلاق وتتصدرها زاهية تعود ملكيتها للسيد فهيد بن جار الله المكسور، هي اللي في المركز الأول مسيطرة على المقدمة، بينما المركز الثاني في ثاني المراكز تتقدم هذه المسك مشاهدي العزاء تعود ملكيتها لمتعب بن حمد بن متعب العامري، هي اللي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث يا سلام ثالث المراكز تأتينا اليذاب العلي بن فراج المري على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر الشاهينية سعيد بن محمد بن حاذة هي اللي تنطلق في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات هذه اللي 27 وهي مجهولة هذه، نرجو من الأخوة الحرص على التسجيل. المركز نعود إلى هذه الانطلاقات، الوصول هناك والتوجه في هذه اللحظة، مراسيل وصلت إلى المركز السادس في هذه اللحظات، وهذه مراسيل من تقدم مراسيلها سعيد بن خليفة بن سعيد الخيالي انطلقت في هذه اللحظات، ولكن هناك مشاهدين الأعزاء لحظات الوصول النادرة لعلي بن حميد الرزي هي اللي تقدمت في هذه اللحظات، والتواجد في المركز السابع العابرة عتيج بن مسري بالعرطي، بينما المركز الثامن في هذه اللحظات جلمود مسعود بن طحنون الهاجري، وهناك الوصول في هذه اللحظة من قبل مياس السلطان بن سيف المشغوني، بينما المركز العاشر هذه عاشر المراكز مراسيل لسعيد بن خليفة بن سعيد الخيالي، هذه العشر المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار هذا الشوط الجميل مع اللقاية المهجنات والرقص مع هذه الأسماء وهذا السن بالذات، هذا السن بالذات الذي تحلى فيه المنافسة يحمل الكثير والكثير من الانطلاقات من التحديات. سن اللقاية العودة إلى مقدمة الشوط، اختراق حاجز الصوت والتسلل، يا سلام شعار حمد بن متعب العامري، متعب بن حمد بن متعب العامري، يا سلام ليحمل آمالها للساد، تطلع أهالي الساد هناك في العين، يا سلام هذه المسك متعب بن حمد بن متعب العامري قادة المشاركات، سيطرة بن فراد على مقدمة هذا الشوط، تليها بالمركز الثاني يا سلام زاهية فهيد بن جار الله المكسور هي اللي في المركز الثاني، المركز الثالث وصلت الظبي سيف بن محمد العميمي على المركز الثالث، شوف تغيير الأسماء يا سلام. المركز الرابع في هذه اللحظات مع هذا الشعار الجميل، يا سلام اليذابة علي بن فراج المري هي اللي في المركز الرابع، بينما المركز الخامس بدأت الأسماء تصل، في المركز الخامس وصلت الشاهينية سعيد بن خليفة بن رشيد في هذه اللحظات، وهناك هذه الانطلاق
في هذا التحدي الجميل وفي هذه الأسماء اللي وصلت هذه 27 غير مدونة في الكشف. نعتذر عن إذاعتها ونرجو الأخوة الحرص على التسجيل. ننطلق مع هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. يا سلام مراسيل سعيد بن خليفة بن سعيد الخيالي هناك الوصول في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام وصل بن عية وصل بن عية مقثة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام مقثة مقثة حافظ على هذا الاسم عبد الله بن مبارك بن عية الشامسي. يا سلام يا سلام يا سلام في هذا الانطلاق وفي هذا الشوط في هذا الشوط العودة إلى مقدمة الشوط الالتفاف الأخير الالتفاف زاوية الاتجاه لفة الدورة ولف الميدان لف الميدان في الالتفاف الأخير. نذكر المشاركين 1200 مشاهدين متابعين الكرام في هذا المسار في هذا الانطلاق الظبي. سيف بن محمد العميمي تسيطر على مقدمة الشوط تعود تقود المشاركات. يا سلام علي بن فراج المري مع الجذابة الجذابة تجذب هذه المراكز بن رشيد غادم الشاهيني سعيد بن خليفة بن رشيد ولكن هناك مقثة مقثة مبارك بن عي بن عبد الله بن مبارك بن عي الشامس يروح يا من تبت روح روح الأمتار الأخير وصلت هذه رقم 7. يا سلام يا سلام يا سلام لسيف لسفر بن مبلش البقمي. يا سلام يا سلام يا سلام اسمها السعودية بأكملها بأكملها. الله يا سلام يا سلام يا سلام الموقف حساس للغاية حساس في هذه اللحظات الأوامر الأوامر ولكن الجذابة وهذه الظبي الظبي والجذابة الظبي والجذابة. يا سلام يا سلام يا سلام العميمي وهناك أيضا اللي هو اللي هو اللي هو يا سلام بن فراج بن فراج مع الجذابة. الله يفرجها الله يفرجها يا بن فراج على الفوز والناموس ولكن هناك السعودية سفر بن مبلش البقمي البقمي. يا سلام ولكن مقثة مبارك بن عبد الله بن عي الشامسي وعادت مرة ثانية الظبي سيف بن محمد العميمي. يا سلام يا سلام يا سلام ولكن الله يا بن فراج نجم من نجوم هذه الرياضة يحمل دائما كل ما هو جديد وياتينا. يا سلام أشكرك علي بن فراج المري الله صباحك ورد يا المطوع على هذه الإنجازات. يا سلام المركز الثاني الظبي سيف بن محمد العميمي المركز الثالث مقثة لعبد الله بن مبارك بن عي الشامسي والمركز الرابع السعودية مسفر بن مبلش البقمي. هكذا النتيجة هكذا نتيجة هذا الشوط الأربع المراكز. بقية المراكز بنعود إلى التوقيت الزمني في مسار هذا التحدي وهذه الانطلاقات 7 دقائق و47 ثانية 6 أجزاء من الثانية. علي بن فراج المري الجذابة تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا التألق الجميل بينما المركز الثاني قدمت كذلك أداء جميل الظبي قطعت المسافة في 7 دقائق 49 ثانية 7 أجزاء من الثانية. ثاني للمالكة سيف بن محمد العميمي والمركز الثالث اللي وصلت في مقثة قدمت أداء جميل 7 دقائق و50 ثانية 3 أجزاء من الثانية مبارك عبد الله بن مبارك بن عية الشامسي مالك مقثة. هكذا في هذا الأداء الجميل.